هل النافع والضار والمنتقم والصبور من أسماء الله تعالى؟ الله جل وعلا هو الخافض الباسط الأول والآخر، وهذه أسماء متقابلة، ما يجاب واحد ويترك الآخر، هو الأول والآخر. والله ما تقول هو الأول فقط أو تقول هو الآخر فقط، بل لابد من جمع الاسمين جميعا، هو الأول والآخر والظاهر والقابض والباسط والمعطي والمانع، تجيب الاثنين تقابلات. نعم. أما الضار والنافع المعنى صحيح، لكن اللفظ ما أدري، ما ورد من أسماء الله الضار والنافع، لكن من باب الإخبار عن الله أنه هو الضار وهو النافع، تقول هو الضار وهو النافع من باب الإخبار لا بأس، أما تقول يا ضار يا نافع لا. نعم.